ضمن العديد من العارضين في معرض تراثنا بمصر جاءت مشاركة الأردن بجناح خاص استحق إشادة المسؤولين المصريين الذين توافدوا عليه وكان على رأسهم الرئيس المصري. التعاون الوثيق والعلاقة الطيبة اللي مش ما بين الشعبين فقط ولكن ما بين جلالة الملك وفخامة الرئيس، فاحنا لازم نترجم هذه العلاقة الطيبة ان هي تبقى على المستوى التجاري وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التبادل المعرفي والتراثي. احنا بنسعد بوجود منتجات البحر الميت، وانا ملاحظة يعني من تفقدي اقبال عالي جدا عليها، ودي تكون بداية لتبادل تجاري اكبر ما بيننا وما بين المملكة الأردنية. فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين كانت إحدى الأهداف لمشاركة الأردن إلى جانب 1500 من أصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في المنتجات التراثية والمؤسسات الأهلية المهتمة بهذه الفنون من مختلف محافظات مصر. إحنا لأول مرة بنشارك في هذا المعرض اليوم، هذه تجربة جديدة وحقيقة هي تشغيل لعدد كبير من العاطلين عن العمل. استفدنا من هذه التجربة أن ننقل كثير من الأفكار إلى الأردن، في عنا جميع المهارات والمهارات الحرفية التي تقود إلى التشغيل وإلى توظيف طاقات بشرية كبيرة، ممكن إنشاء صناعات مثيلة لها وإنشاء مراكز تدريب. هذه المشاركة كباكورة المشاركات في معرض تراثنا وبحاجة إلى مشاركات أخرى ومشاركات مستقبلية أخرى على مستوى العديد من القطاعات وعلى مستوى العديد من المهن للتعريف في منتجاتنا الأردنية من أجل زيادة التبادل التجاري ما بين البلدين. كانت المشاركة ضمن قطاعين، ضمن قطاع الألبسة وضمن القطاع الكيماوي بما يتعلق في منتجات البحر الميت. المعرض الذي يعقد للعام الثالث على التوالي يعد أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين الذين يعرضون الآلاف من المنتجات المتميزة التي تناسب أذواق واحتياجات المواطنين وتشكل تحفا فنية لها قيمة ثقافية وتاريخية. مشاركة أردنية أولى ومتميزة في معرض تراثنا بمصر تستهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والتراثية ومستحضرات التجميل المستخرجة من البحر الميت لفتح أسواق جديدة في مصر والبلدان العربية الأخرى. عبد الباسط الهادي، المملكة، القاهرة.